المياه المعدنية الدافئة تعد أحد أهم مقاصد زوار مدينة كوتاهيا الواقعة غربي تركيا، إذ تتميز هذه المدينة بكثرة زوارها بغرض السياحة العلاجية. نتعرف أكثر على هذه السياحة مع مراسلنا عماد قرقص. غير أن جمال الطبيعة يسحرك عند إطلالتك على مدينة كوتاهيا الواقعة غربي تركيا، إلا أن شهرتها في صناعة الخزف والفخار والسيراميك حالياً يعد هوية المدينة التاريخية المعروفة بهذه الصناعة. لكن وجهة أخرى في هذه المدينة تعد من أهم مقاصد السياح الأجانب والأتراك من باقي الولايات، وهي المياه المعدنية الدافئة التي تعد علاجا لأمراض عدة للكبار والصغار. المياه تبلغ حرارتها 29 درجة، تأتي من الينابيع مباشرة إلى هذه البركة ولا نضيف عليها أي مادة. هذه المياه تساعد في شفاء كثير من الأمراض الجلدية وأمراض العظام وغيرها من التي لا أعرفها. أتيت من مدينة إسكيشهر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لأن المياه هنا مفيدة جدا لأمراض الجلد. في إسكيشهر لدينا العديد من برك السباحة، لكن الفائدة هنا أكبر مع هذه الشمس والمياه المعدنية. تحتوي هذه المياه التي تتراوح درجات حرارتها بين كل نبعة وأخرى على الكالسيوم والصوديوم والكبريتات والبيكربونات التي تساعد في شفاء أمراض الروماتيزم والشلل في حالاته الخفيفة، بالإضافة لكافة الأمراض الجلدية، كما يؤكد مختصون في جامعة كوتاهيا التي تحتوي على مشفى متخصص بالعلاج الطبيعي. هذه المياه غنية بعشرات المواد المعدنية، منها ما يخرج من عمق 600 متر تحت الأرض، يقصدها الناس لتجريب فوائدها، كون لديها العديد من الخصائص ونحن نحاول تسخيرها لأجل صحة الإنسان. شمس بحرارة مقبولة على أجساد المصطافين، ومياه العافية هذه تجعل من زيارة كوتاهيا الهادئة فرصة لهؤلاء لقضاء عطلة بعد صخب من أسبوع عمل وضجيج المدن المكتظة. السباحة في المياه الدافئة ليس مصطلحا سياسيا هنا بقدر ما يقصد له للسياحة العلاجية التي تؤمنها شمس ومياه مدينة كوتاهيا. عماد قرقص، أخبار الآن من مدينة كوتاهيا تركيا.